وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد العظيم المعظم الكريم المكرم الأمين المأمون صاحب السر المكنون بحر الجود الزاخر وروض المحبة الناظر باب الفرج المؤمل ونور القلوب المكمل الشفاء التام من كل سقام وعلى آله وصحبه. اللهم طهر قلوبنا من حجب الأغيار واملأنا بحب النبي المختار وآل البيت الأطهار والصحب الأبرار واذكرنا مع المصطفين الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة اليمن اليوم، نلقاكم في برنامج الوسطية والاعتدال. حديثنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى يدور عن تلك المساحة التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ليعلمهم، مساحة من التفكير والمناقشة بأدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام لما جاء يخاطب الناس لم يحملهم حملا على دعوته، ولم يجبر أحدا أو يكره أحدا على الدخول في دين الله، إنما كانت آيات القرآن الكريم صريحة في أنه لا إكراه في الدين، وفي قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وتختم السورة الكريمة بقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. التعبير عن الرأي والمناقشة في الآراء منهج إسلامي، لذلك رسخ الإسلام مبدأ الشورى وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على إبقائه جليا واضحا في معاملاته مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وأنه لا سلطان فكريا أو عقليا لأحد على أحد، ليست هناك هيمنة تحت أي دعوة أو أي مسمى. ودعونا ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نقاشه ومحاورته مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى رؤيا أنه دخل مكة المكرمة وطاف بالبيت، فيخبر أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم سيأتون مكة ويطوفون بالبيت، فيحرم النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق هديه، ويحرم أصحابه ويسوقون الهدي معه ويأتون، فتعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم يقصدون البيت، فتأخذهم العزة بالإثم ويقولون لا تتحدث العرب أن محمدا وأصحابه دخلوها علينا عنوة. وهذا منهج أهل الباطل، المسألة عندهم لا تتعلق بأن هذا حق وهذا باطل، ولا بأن لهذا حق في ذلك وليس بأن لهذا حقا في ذلك وأنه ليس له الحق. القضية عندهم الناس، ماذا يقول الناس؟ لا يراقبون الله. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهذه العزة هي التي أخذت المشركين، فقالوا لا تتحدث العرب أو لا يدخلها علينا محمد عنوة، ولا يدخلها علينا إلا إذا سمحنا نحن لها.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل مكة بحرب، لأنه كما نقول دائما يميل إلى السلم، إن مالوا إلى السلم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مكة ويبعث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى المشركين ليخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي قاصدا حربا أو قتالا، إنما جاء معتمرا يريد أن يمارس الحق الذي كانت تكفله مكة في ذلك الوقت وقبله لكل العرب. من أراد أن يطوف بالبيت أيا كان ما يعبد فله الحق أن يطوف بالبيت، والبيت بيت إبراهيم، بناه إبراهيم وهو جد العرب لإسماعيل من إسماعيل عليهما السلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بهذا الحق، أخبر عثمان المشركين فرفضوا. تأخر عثمان وشاع بين الناس أن المشركين حبسوا عثمان أو قتلوه، وقد قالوا له أمهلنا حتى نتدبر أمرنا ونفكر. فلما شاع هذا الأمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمبايعته، فبايعوه على قتال المشركين انتصارا لعثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا أرسلت قريش تطلب الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الصلح المثل الذي سنرى فيه إتاحة الفرصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بمناقشته وأخذ آرائهم وأخذ آراء زوجاته. هذا ما سنخبركم به بعد الفاصل، فانتظرونا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي، عدنا إليكم بعد الفاصل. كنا قد تحدثنا ومهدنا لمثل يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عمليا على إتاحة الفرصة لجميع الناس للتفكير وأخذ الآراء، ما دام الأمر لا يحدث فتنة ولا بلبلة ولا يؤدي إلى ذريعة فرقة بين الناس. وذكرنا التمهيد لصلح الحديبية. جاء المشركون وباختصار تم توقيع الصلح بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الصلح كانت هناك نقاط لا يرضاها المسلمون، ولكن قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذا المشهد: المؤمنون بإحرامهم، المسلمون يقفون على حدود مكة وهم مرتدون الإحرام، ومعهم الهدي يسوقونه ويريدون أن يزوروا بيت الله الحرام. مكة التي مرت سنوات منذ أخرجهم منها المشركون، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ووعد المؤمنين بأنهم سيأتون البيت ويطوفون حوله، ومع هذا يتم توقيع الصلح على أن يعود المسلمون إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ودون أن يطوفوا بالبيت. هنا انتفضت أرواح المسلمين شوقا للبيت، واهتزت قلوبهم حزنا على عودتهم دون أن يدخلوا وطنهم وبلدهم، ودون أن يقيموا شعيرتهم، ودون أن يحققوا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارت أذهانهم فيما حدث وجلسوا بإحرامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يخلعوا الإحرام ويذبحوا الهدي ويعودوا إلى المدينة، ولكنهم لا يريدون أن يعودوا بعد توقيع الصلح. هم لا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمارسون ما كفله لهم الإسلام وما كفله لهم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في مناقشته. جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولم يكن بعد أمير المؤمنين، إنما كان صحابيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. جاء يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي توقيع الصلح في بند من بنوده: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف حوله ونطوف به؟
قال بلى أخبرتك. قال ونص العهد على أننا نعود، كيف هذا إشكال في ذهني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم مناقشا محاورا، قال له جملة تفك هذا الإشكال. لم يقل له كيف تجرؤ على مناقشتي، لم يقل له إن الأمر محض تشريع، ولكنه أظهر له الأمر حتى لا يبقى هذا الإشكال في رأسه. قال له أخبرتك أنك ستأتي البيت هذا العام وتطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فستأتي البيت وتطوف به ولكن ليس هذا العام. النص أو الرؤية المحمدية أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإتيانهم لمكة وبطوافهم حول بيت الله الحرام جاء عاما، لم يأتي محددا بفترة زمنية. لذلك نص الصلح على أنهم يعودون ويأتون بعد ذلك في العام القابل وتخلي لهم قريش البيت ليطوف به المؤمنون. هذه المساحة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم تحسم الأمر، إنما أيضا ظلوا متمسكين بإحرامهم طمعا في أن يعاود رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في هذه البنود وأن يدخل المسلمون مكة هذا العام. كانوا يرجون، كانوا يرون أو يأملون في وجود فرجة وثقب من ضوء يريدون أن يدخلوا مكة وطنهم ويطوفوا بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع مع زوجاته هذا الذي يضعه مع أصحابه من مساحة المناقشة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة فسألته، فقال إنه يخشى على المسلمين أن يعصوه. فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عليهم ولا تكلم أحدا، أخرج عليهم ولا تكلم أحدا، فاذبح هديك واحلق رأسك، يعني تحلل من الإحرام، وقد أحصرتم عن دخول مكة فيطبق ذبح الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اذبح هديك واحلق رأسك وادخل ولا تكلم أحدا. يعني أخبرهم أن المناقشة ليس هذا محلها أو قد انتهى محلها، وأن الأمر قد قضي وأنه تشريع، فامتثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فالقائد المشرع صلى الله عليه وسلم قد أخذ قرارا وأغلق باب النقاش بعد ترك هذه المساحة وإقناعهم، فامتثل الناس جميعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه المساحة في النقاش وفي المحاورة، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. كان يفعل هذا مع زوجاته. جاءت المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، وقصتها مشهورة، وخلدها القرآن الكريم وأبقاها: قد سمع الله قول التي تجادلك، تحاورك، تناقشك نقاشا طويلا، تناقشك نقاشا طويلا، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها ورد عليها حتى نزل القرآن الكريم يحسم الأمر. فدعونا نترك بين أنفسنا هذه المساحة في العلم والفقه وفي الدين وفي النقاشات المجتمعية وفي أمر أوطاننا، هذا النقاش المحمود دون تعصب ودون تأثيم ودون فرقة ودون تفريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فنلقاكم على خير.